حتى لو خاطئ. إيهاب أنت نجم، دخلت نجم ورح تكفي نجم. قوي قوي قوي، وانسان اكتر حاجه عملتها حلوه في الاكاديمي انك نقلت الثقافه المغربيه والغنى والمزيكا المغربيه لينا. كان ليك دور عندنا في الاكاديمي اكيد، تقرب من الناس كلها، احنا كلنا بنحبك اكيد. حبيبي ربنا يوفقك في حياتك. صراحه والله ما بستوعبش. و انت من الاصوات المميزه كتير اللي سامعها بكل حياتي يعني. انت منطلق اصلا من قبل ما تفوت على سير اكاديمي، انت نجم وانت ناجح وانت انسان مثابر عن جد. ما يعني عم بحكي الحكي اللي بيوصف بس هيك الحاله من برا، بس من جوا مش عن جد مش قادر اعبر لك عن شو صار اليوم وعن انه نخسر ايهاب الاكاديمي. وصلت للمراحل المتقدمة من البرنامج. اي كنت باغي نكمل، وكنت باغي على الاقل نحط درابو ديال المغرب فينا، ولكن ما كتبش الله وفيها خير ان شاء الله. وانا راضي على داكشي اللي قدمته، والحمد لله كسبت محبة الناس وهادشي اللي كنت باغي، وديت اللقب ما ديتش اللقب. كنظن ان محبة الناس غتبقى لك ديما، والحمد لله شرفت المغرب وبينت ان ومن اول ظهوري في الاكاديمي كنت كنهضر بالمغربيه، وكنت شرف انني كنهضر بلغتي وفرضت لغتي على الناس ماشي بقوه يعني، بكل حب وحبوا المغرب من خلال الحمد لله. هادشي كيشرفني ويمكن يكون لي فيها خير، يعني فيها خير هاد الخروج. وما كذبش عليك، توحش الدارنا، توحش المغاربه، توحش الماكله المغربيه، توحش كسكسو، توحش بزاف ديال الحوايج. واخويا انا شخص كنمشي بالايجابيات ما كنمشيش بالسلبيات، مشيت بايجابيه ديال هذا الخروج. ان شاء الله يكون خير، كل واحد كنت كنبغي، كل واحد كنت كنبغي ليه الخير، والحمد لله خلقت اجواء زوينه واجواء مريحه رغم هاد الظروف الاخيره اللي كنت فيها، اللي كنت معصب ستريس، واكيد ستريس براين ستريس ايفان. والحمد لله على كل شيء، انا راضي بالاداء ديالي، راضي على راسي، وان شاء الله تكونوا راضي ليا. احلى ذكرى ليا لما طلعت التوب 1 اللي كنت فعلا كنستحق نطلع عليها، وسافرت على الاردن وتهلاو فينا بزاف واعتنوا فينا، وهذه كانت اللحظه الزوينه اللي عطات راسي اخذت داكشي اللي كنستحق، يعني واحد المجهود برايم بعد برايم كنت كنتحسن، والحمد لله على كل حال. يعني هذا هو اللي كنتذكر، كل واحد كيتعامل على قد النيه ديالو، وانا نيتي زوينه مع كل شيء. انا ورافائيل كانت علاقتنا كثير زوينه، وخلقنا ورافائيل شخص موهوب، الله يوفق الجميع. احلى برايم هي غنيت ام كلثوم، حسيت براسي اكثر ركوز اكثر مرتاح وانا كنغني، والحمد لله اللي قدرت نغني هذه الاغاني هذه قدام ملايين ديال الناس، وقدرت نتوفق فيهم بشهاده الاساتذه وبجهاده الجميع. اجمل حصه كانت ليا هي مدام ميري ومدام بيتي. احلى ايفال اللي تعتبر من احلى ايفالات في ستار اكاديمي هو الايفال ديالي انا وسهيل، اللي حبوا الناس واعتبرته مدام كلوديا من احسن الايفالات من اول سيزون لهذا السيزون. اللي كتستحق اللي كتستحق اللي يستحق كل شيء كيستحق، ولكن ثلاثه اللي كنعتبرهم انا يستحقوا الفينال، نسيم وعباس وهيدي، اسمين متوقعهم في الفينال. انا عباس وهيدي كيستحقوا الفايز باللقب. هيدي اللي بنتبتوا للعالم، تبتوا الحمد لله انني صوت وحضور وكاريزما ونقدر نغني جميع الالوان، الحمد لله الشيء اللي تبتوا للعالم والشيء اللي وصل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله غنعمل اغنيه مغربيه، واللي في المخطط ديالي نعمل اغنيه للوطن ان شاء الله. كنشكر كاع الناس اللي صوتات ليا واللي دعمتني من اول ظهور ديالي حتى لدابا، وان شاء الله ما غنطفاش، ان شاء الله نقدر ننجح ان شاء الله باذن الله.
من هذا البرايم ان شاء الله نخدم 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 وندير اغاني زوينين ان شاء الله يعجبكم ويضربوا في العالم العربي ماشي في المغرب بوحده، وان شاء الله نوصل اللهجه المغربيه لجميع العالم العربي. اوريدي وصلتها. وهاني انا مشيتي مورك سد الباب يمتي ولا حيتي غادي تدق العذاب كتهددني بكلامك انا نسيت غرامك يلا حسب خطواتك وسر الله معاك فعايل واحد سبياني بغيت هود لي شاني كرامتي فوق منك مرتاح في العيشة بلاك وانت اللي بديتي الخصام انت اللي بديتي علنت الحرب عليا وانت اللي بغيتي.